الآن كثير من الطواغيت والدجالين ينشر الضلال والبدع صراحة في الإعلام، وظهر في هذه الأيام واحد يقال له محمد المنتصر الإزاري، سوده الله عز وجل، جاء قبل فترة هنا في الشمالية هنا في كريمة، استضله واحد من الشباب، وتاني جاء قبل يومين جاء هنا مشى كريمة والبركة وفاة دنقلة، وهذا الرجل يعتقد أن غير الله عز وجل يعلم الغيب، ويعتقد أن الأولياء يهبون الذرية، ويعتقد أن جواز دعاء غير الله والحلف بغير الله وكل أصناف وأنواع الشرك يعتقدها ويدعو الناس إليها، وفتحت له جميع أبواب شنو؟ الإعلام، عنده برامج ثابتة في قناة شنو؟ قناة أم درمان وقناة جون، برنامج ثابت يقول لك، والنيل الأزرق عليه البيصل على العبارة يجيبوه يتكلم، وطبعا دي من أكثر القنوات فيها مشاهدة بعد الكورة دي بالذات، كتار من الشباب لأنه بالذات جابوه في القناة دي لأنه بيجي فيها شنو؟ بيحضروها شباب كتار عشان يطعن في منهج أهل السنة ويطعن في شنو؟ ويطعن في الإسلام. وكما تعرفون أن التصوف منهج دخيل على الأمة الإسلامية، والإسلام دخل السودان في عام 31 هجرية، أما التصوف كما ذكرهم في كتاب الطبقات سنة 960 تقريبا دخل التصوف، يعني فرق كبير بين 31 هجرية وبين كم؟ بين 900، فرق كبير. ده التصوف، وما هو إلا دعوة إلى الشرك بالله عز وجل كما هو موجود في قصائد هؤلاء الناس، قصائد كلها مليانة شرك بالله، ما عارف يقول لك يا حسن بجلابية التمساح دخل الشاقية، جماعة جاهم تمساح بيجي كورك لمنه لاب جلابية، ده شرك بالله، يقول لك إن قال إن كنت في هم وغم فقم وانده وقل يا مرغني آتيك بسرعة، ده في كتاب مناقب صاحب الراتب صفحة 111، وكتب كثيرة جدا، إنا بخض في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيله، ويقول لك قم يا خي ناديهم لي رجال الله البزيل البي، ويقول لك قماك نزاور للأولياء الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاير منهم عليم بالغيب باطن وظاهر، كذاب والله لا تعلم الغيب مع الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الآية دي محكمة، في الواطاء في السماء فوق اللي بيعلم الغيب الله بناه وحده، لأنه ممكن المشرك يقول لك الله بيعلم الغيب والشيخ بيعلم الغيب، عشان كده قال وحده براو. ربنا قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ودي من أقوى الآيات في تكذيب هؤلاء القوم، إذا كان رسول الله، لأنه لا بيقول لك أنا بعلم الغيب، بيقول لك ليه؟ أنا ولي معناه أنا شنو؟ عندي حاجات خاصة، أنا بعلم الغيب، ليه أنا ولي؟ أنا بديكم الجنة، ليه بتديها الجنة؟ عشان أنا صالح، كذا، صالح ما بتدي الجنة، نبي ما بتدي، صحابي ما بدي، شيطان ما بدي، ملك ما بدي، الله براه.
بيعلم الغيب الله براه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيعلم الغيب. الأدلة كثيرة في كلام ده. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين طعنوا في عرضه في القصة، قصة الإفك معروفة، مكث النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا والمنافقين بيخوضوا، فكان إشاعة، حتى الإشاعة أثرت في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شفت كيف؟ لو كان يعلم الغيب ما كان يتكلم، مش كده؟ كان يتكلم يقول كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن برا فيه سيد عائشة رضي الله عنها، والأدلة كثيرة في هذا الكلام. وكذلك من الاعتقادات هؤلاء القوم بيعتقد انك شنو؟ انك ممكن تناديه مع الله، يقول لك تناديني، دي عقيدة بيدعو لها المدعو هذا اللي جاي. وده تلميذ لواحد اسمه حامد بابكر، تعرفه؟ ده تلميذه، لكن طبعا ده عامل فيها شيخ كبير، عامل فيها شنو؟ عامل فيها عالم. والشيء المؤسف انه الناس اللي بيعرفوا الكلام ده ساكتين، ما بيتكلموا في التوحيد. الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز قال: من دعا الى التوحيد فانما يدعو شنو؟ الى الله، ومن دعا الى غير التوحيد فانما يدعو الى نفسه. في ناس يقول لك الفقه السيره شويه شويه، وسيره شويه شويه، وفي ناس براحه كمان، في ناس في حزب بتاع براحه كويس، وفي حزب بتاع شنو؟ شويه شويه. طبعا شويه شويه مش معناها تدرج، شويه شويه دي معناها ما تتكلم في التوحيد، يقول لك بتجيب مشاكل وما تتكلم وما تذكر الاسماء، ما تجيب الاسم يا بنفر، ما تجيب الاسماء، ليه ما تجيب الاسماء؟ ده دين هذول، ما تجيب الاسماء كيف؟ ده منهج السلف كده، تجيب الاسماء. الشيخ محمد ناصر الدين الالباني لما سئل على ردي على واحد اسمه البوطي، تعرف البوطي ده؟ ده مجرم كبير في 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 سوريا، صوفي قتلوه هنا لما في واحد في المحاضره ضربه طلقه وقام جاري ولا قبضه، ربنا انتهى منه، داعي الى الشرك. رد عليه الشيخ ناصر في ذلك الزمان، واحد اعترض، شفت ناس برا هذا من زمان، ودي جماعتك زادت وناس انبسخت وتمحورت والمفكر الاسلامي والفكر الاسلامي جماعه دي، دي شغلته. بس مين شفتها هذه يقول لك كلام زي ده؟ اذا ما بقى تابع لهم متاثر بهم، ده دينهم يا وزادهم، نعرفهم بلحن شنو؟ بلحن القول، والله لو بقى دينك كارب الوطن قلت كلام زي ده تابع لهم، ما دار لي نقاش، ده دينهم كده. اما منهج اهل السنه فتبين للحق. النبي عليه الصلاه والسلام في اخر ايامه كان بيتكلم في التوحيد، اخر لحظات يتكلم في العقيده. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم شنو؟ مساجد. اخر خمسه ايام النبي صلى الله عليه وسلم يحتضر ويغم فيفيق يتكلم في التوحيد كده، لأن الأنبياء يدعون إلى شنو؟ إلى توحيد الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بعث الأنبياء للدعوة إلى التوحيد، وكلام واضح في العقيدة. لو ما تكلمت في العقيدة تكون غاش للمسلمين، تكون شنو؟ غاش للمسلمين. لابد تتكلم بوضوح وبأسمائهم. والله مشينا مساجد، مسجد بنوه جماعة يقول لك احنا على سنة 30 سنة ماسكين المنبر، يقول لك جينا عملنا نصيحة في المسجد، قال لا والله خربت لنا شغلنا، والله كنا شغالين كويس وقربنا. الله يقول لك قرب 30 سنة، قال يا زول يا اخي زول يمكن اموت اسئلة، زول بس حجبات ما وريته، قلت له زود شريك بالله قربنا بتاع شنو يمكن انقلب بس كده، تقول لي قربنا، لكن عشان تعرف ده فيه دهن، ده متاثر بجماعه الترابي كما ذكر الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. والان العلماء جميعا في العالم، علماء اهل السنه
السلفي من التحزب في جماعات او في جمعيات بيحذر المسلمين. شيخ ربيع قال كل من عرف التوحيد وعرف السنة يجلس المجلس في المسجد ويدرس المسلمين. ما في جماعات، ما في اجتماعات، ما في اجتماع، كل اسبوع وكلام فارغ. كويس؟ في دين توحيد. الشيخ بن باز شرح كتاب التوحيد، قالوا أكثر من 70 مرة. شرحوا أكثر من 70 مرة. يجي في مجلس في علماء كثار، الفوزان وربيع وعلماء كبار قاعدين. يبدأ المحاضرة يجيبوه في مؤتمر يشرح لهم الأصول الثلاثة. أول حاجة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما تبنى أنت خلقوك لشنو يعني؟ خلقوك لشنو؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ للتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكي يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة على السنة، عبادة على السنة، ما تكون على شنو؟ على البدعة، عقيدة صحيحة، ده الدين كده. فلذلك أنا أوصي نفسي وجميع الإخوان إنه يحذروا من هذه الجماعات ومن هذه الفرق، ويعلموا أبنائهم العقيدة الصحيحة. الواحد بيجتهد مع ولده في علوم الدنيا، لكن علوم الآخرة ما في اجتهاد. ممكن الواحد ولده منه صغير يجيبوا له هدوم الروضة، يقوموا الصباح ويمشوا يحموه ويدوا سندويشي ويدوا مناديل ويوقفوا برا لما عربة الروضة تجي، يركبوه يجي رايح يحرسوه في روضة أدوكم شنو؟ لغيطة صغيرة سميتها سميرة. شغالين كده يا زول، ده دين الله يوم القيامة بيسألك يا زول، والله الله بيسألك مين أشوف بعدين، بيسألك الله مين أشوف بعدين. ده كلام فارغ. زي ما بتدفع له قروش بتاعت روضة، جيب له زول يحفظ القرآن. سمعوا المحاضرات شيخ محمد السيد حاج رحمه الله، سمع المتهم الأول بيتكلم عن شيخ الزريبة. كويس؟ شيخ الزريبة بتعرفه؟ ده لما تفوح حصحاصة انتهت منه، غرضته، هردت له الكلوة حقته. بقى كورك قال يا هو يا أبو التاية، أبو التاية بتاع شنو؟ قال هو يا أبو التاية ويا حامد بعصايا، زيلوا الحصايا وامراد كلايا، ربنا نجم وانتهى منه. مشى المغابر. عرفتوا يا دراويش؟ شيخ داك في التراب تحت، خليه ينفع، خليه يلحق رقبته. انقرض انتهى، برعي ما في، باب انتهى خلاص، ما في برعي ثاني، ما في ختميه، انتهى كلهم في المغابر، خليه يلحق رقبته. قال من قال هذا قبر احمد الطيب اولا فانه في القبر شنو؟ ليس يعذب. قالت لي المغابر اول ما تحفر القبر تقول هذا قبر احمد الطيب، شك. قال كذا الملكين ما بيسالوا. قال تقالوا شغالين معك؟ تقالوا شغالين زي ما بتاع الخاتم قال كذا؟ قال كذا. داك بتاع الطريقه الثمانيه قال بيرجع ملك الموت، والله قال رجعه. قال ان الامر قد نسخ، ارجع قال له. انت قالوا شغال معك؟ والله لو جابوا لك عساكر اثنين عسكريين، لو جابوا لك من البسط هنا يمكن يكون، ومرات يكون عسكري زاد، يكون زادوا يجي سوق زي ما حصل يا حاج، والله عسكري ما نقدر ترجع. تقول لا ارجع؟ تقول لا انا جاي بتعليمات، والله يركبوك قرجع لما تقتنع ويرفعوك زي النعاجه في الغربيه ويودوك. قال لي قال برجع ملك الموت. قال ربنا قال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله والله الذي لا اله غيره ما تتكلم في الدين ده بوضوح، ربنا يوم القيامه ربنا يخزيك في الدنيا في الاخره. كل ما يعرف السنه وما يتكلم بوضوح والله ربنا يوم القيامه يخزيك. ده دين ربنا بيسالك من يوم القيامه. رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب اوذي شد الاذى في مقام التوحيد صلى الله عليه وسلم. قال له انت مجنون، قال له انت ساحر، قال له انت شنو؟ انت شاعر. طعنوا في عرضه. كويس معك؟ طعنوا في عرضه.
اتهامات كثيرة. المنافقين بيتكلم في الصحابة، قالوا الصحابة دي أكالين وخوافين وشنو ثاني وكذابين. قالوا ما بالها قومنا هؤلاء، قال أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. قالوا الصحابة دي دي المنافقين قالوا كده، يتكلموا في الصحابة. تتكلم في العقيدة ما بيخلوك، تتكلم تقول ده سنة ده بدعة ما بيخلوك، ده الدين كده. وأنا أكتفي بهذا القدر ذلك، وصل اللهم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان الزول البدعة، إذا كانت بدعة مكفرة، بدعة مكفرة ما يجوز تصلي خلفه. وإذا كان داعية للبدعة وناشر للبدعة ده كذلك يهجر، يهجروه عشان يرجع من بدعته دي. إذا كان داعية لا يبين يكشف حاله ويهجر حتى شنو يتوب منه. أما إذا كان بدعة مكفرة زي ما بيعتقدوا الآن الطرق الصوفية ديل، ده ما تصلي خلفه. بيقول لك بتاع سحر ولا بتاع دجل وشعوذة بتاع كتابات ومحايات وبتاع حجبات بيكتب سحر كويس، ده ما صلي خلفه. وواجب المسلمين، أنا بقول المسلمين، أنا ما بقول لك التابعين لأنصار السنة، المسلمين أي مسلم يبين أن الدين ده ما حق جماعة. ارتكب احنا الآن مشكلتنا في الجماعات بقى، مشكلة الإسلام اليوم في الأحزاب وفي الجماعات، لأنه ما ضرب الإسلام إلا من قبل هذه الجماعة. شكلها أنا بتكلم فيها كثير، الإسلام ما ضرب إلا من قبل هذه الجماعة. جماعات فيها ناس عديد تابعين للمعصوم، يهود عديد قاعدين جوا وحريم متعسرين بهم وما جايبين لهم خبر، دعاة لمنهج بتاع التكفير ومنهج بتاع خوارج، يتكلموا في الحكام في المنابر كويس ويطعنوا ويهيجوا الناس، اطلعوا وامرقوا الى اخر ذلك. دعاة كتار جدا موجودين في الاعلام، قناة طيبة وقناة اغرى والرسالة وما اعرف شنو كده، مجلات وجرائد له لها وله وما اعرف الاستجابة، كلها فيها ناس منهجهم منهج شنو؟ منهج بتاع خوارج. ناقشناهم فردا فردا ونعرفهم وعندنا وثائق ومستندات، داير مناقشة بناقشة مناظرة فيه، قلت تابع يا جماعة بنوريك الجماعات دي كلها منحرفة وليست على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الكلام في التوحيد، الكلام في التوحيد وينه؟ وينه الكلام في ده سنة وده بدعة؟ الجماعة شغالين لك شيعة جماعتك كويس؟ الشيعة وظهر وخطر، يقول لك الشيعة في الميزان كأنه البلد دي كلها شيعة. هذا الشيعة اللي يكادوا لا يذكرون، لا 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 يرون بالعين شنو؟ المجرد كويس؟ وأي زول عارف إنه الزول اللي بيكفر الصحابة وبيتهم وبيكون القرآن محرف ده شيعي معروف. أي الواجب هو هجر أهل البدع هجرا باتا، لا سيما إذا كان عندهم الكفريات والعقائد الباطلة الفاسدة كالصوفية مثلا الذين يأمرون الناس بعبادة القبور ودعاء الأموات. هؤلاء يجب هجرهم وهجر مساجدهم إلا لمن أراد أن ينصحهم ويبين لهم أن ما هم عليه باطل وخلاف الإسلام وخلاف ما دل عليه الكتاب والسنة فيأتيهم لينصحهم، أما الصلاة خلفهم فلا تصح. وقد أفتى بذلك كثير من العلماء أن المسلم لا يصلي خلف من يبيح الشرك
ويدعو إلى الوثنية والقبورية وعبادة الأموات من دون الله، يقول يجوز السجود لغير الله، هل هذا يصلى خلفه؟ هذا لا تصح الصلاة خلفه. أي نعم، فهذا هو، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.